أوجه رسالة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، رسالة مني، رسالة من دولة الإمارات ومن شعب الإمارات. نقول لهم: ما عليكم من أولئك القوم الذين يحاولون المساس بالمملكة أو الطعن بإنجازات المملكة العربية السعودية أو بمحاولة المساس بتجهيزات الأمن للحجاج. 4 ملايين حاج، مسؤولية السعودية أن تحفظهم وتؤمن عليهم الطرق والأمان والإطمئنان إلى النهاية. ثم السعودية الآن مملكة في حالة حرب مع اليمن، في حالة حرب مع اليمن، والله العظيم السعودية في جهاد عظيم. أقول للمملكة العربية السعودية ولشعب السعودية ولقيادة السعودية: قال الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله جعل رسالته من السعودية وخرجت من السعودية وجعل الحرمين في السعودية. فالله عز وجل لما أوكلكم حماية الحرمين علم لأنكم رجال، لأنكم أسود. انظروا للجيش السعودي في الحج، هذا يحمل طفلا، هذا يقوم بمساندة العجوز، هذا يقوم بإرشاد الضال. السعودية قامت بجهد تعجز عنه الدول، دول عظمى أن تقوم بما فعلت المملكة العربية السعودية. لهذا لا تبالوا بمن يطعن بكم أو يتكلم عنكم أو يحاول أن ينتقص منكم، سواء كان من الإعلام الكاذب أو سواء كان من دعاة الفتنة. فأنتم من طعن بكم، قولوا له، قولوا له، ردوا عليه بنص الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله جعلنا حماة للحرمين، والله أوكلنا لأنه يعلم أننا أسود. لهذا ابتسموا وافرحوا، فأنتم منذ نشوء المملكة العربية السعودية وأنتم تقومون بحماية الحجاج. لما أوكل الحج للقرامطة الذين الآن يطعنون بكم يا أهل المملكة، لما أوكل الحج للقرامطة الذين يطعنون بكم الآن عبر إعلامهم الكاذب، قتلوا في عام واحد أكثر من 30,000، اغتصبوا النساء في حجر إسماعيل عليه السلام، وألقوا بالجثث في بئر زمزم، وقال كبيرهم عند الحرم عند الكعبة: أنا الله والله أنا. عام واحد، وأنتم منذ عقود وأنتم تتولون لله الحمد حماية الحرمين، خدمة الحجاج، وهذا بفضل الله عليكم. فافرحوا يا أهل المملكة ولا تبالوا قط بمن يحاول المساس بكم. طبتم وطاب مسعاكم وبيض الله وجوهكم، فنحن منكم وأنتم منا، والمملكة هي العنصر الآمن، هي العنصر الأعظم، هي الدولة العظمى لله الحمد، فنحن وإياكم قلبا وقالبا. سارعي للمجد والعليان.